سامسونج أخيرا تعلن عن هاتفها المنتظر جالاكسي أستن، ولكنه يأتي بأربع نسخ، تعرفوا معي عليها في هذا الفيديو. السلام الله عليكم، مرحبا بكم شباب، دائما معكم ملا أمين من قناة أمني، واليوم سوف نتعرف على أربع نسخ من سامسونج. هذه النسخ هي أستن، أستن بلس، أستن 5G وأستن SE. كل هذه النسخ رائعة بتصميم جديد بميزات جديدة، سنتعرف عليها بالتفصيل في هذا الفيديو، ثم سأعطيكم تعليق الشخصي على هذه النسخ. نبدأ على بركة الله. تأتي الهواتف بتصميم مميز في أربع إصدارات مع ألوان متدرجة جميلة، مع تصميم كامل من المعدن وواجهة كاملة بتصميم الشاشة انفينيتي او. من الخلف نجد اطار افقي يحمل ثلاث كاميرات بجانب فلاش ومستشعرات. اما في الجهة الامامية نجد ثقب على يمين الشاشة يحمل كاميرا السيلفي. في الاسفل نجد منفذ شحن USB تايب سي بجانب منفذ السماعات. يحمل اصدار استن 5G شاشة كاملة 6.7 انش بدقة 3040 ضرب 1440 بكسل، تأخذ 89% من الواجهة، في حين يأتي أستن بلس مع شاشة بحجم 6.4 إنش بدقة 1440 ضرب 3040 بكسل، تأخذ 87% من الواجهة. أما أستن يحمل الشاشة بحجم 6.1 إنش بنصف دقة أستن بلس، تأخذ 88% من الواجهة. نتحدث الآن عن أستن SI مع شاشة بحجم 5.8 إنش بدقة 1080 ضرب 2280 بكسل، تأخذ 83% من واجهة الموبايل. كل هذه الشاشات من نوع ديناميك أمولاد التي تدعم HDR10 بلس، مغطاة بطبقة زجاج كورنين غوريلا غلاس الإصدار الخامس، طبعا مع تقنية Always On Display. بالنسبة للنسخ الموجهة لأمريكا والصين، تأتي كل إصدارات شغالة على معالج كوالكوم سنيب دراجون 855 الجديد. أما باقي الدول تحصل على هاتف مع معالج سامسونج إكسينوس 9820. نسختي أستن 5G و أستن تأتيان برام 8 جيجا بايت. نسخة أستن بلس إما 8 أو 12 جيجا بايت، وأستن SI إما 6 أو 8 جيجا بايت. وتأتي النسخة الأخيرة بمساحة تخزينية 128 أو 256 جيجا بايت، أما أستن مع 128 أو 512 جيجا بايت، في حين تزيد أستن بلس عن النسخة الأخيرة بخيار 1 تيرا بايت. كل هذه الثلاث نسخ تدعم وضع بطاقة تخزين خارجية ميكرو SD. أما أستن 5G فيفقد هذه الميزة ويأتي مع خيار واحد هو 256 جيجا بايت. كل النسخ شغالة على أندرويد 9 باي بواجهة سامسونج ون UI. تحمل كل النسخ كاميرا أساسية بدقة 12 ميجا بيكسل بفتحة عدسة تتغير بين 1.5 و 2.4 مع مثبت بصري OIS. تصور فيديوهات 4K مع التصوير البطيء 960 إطار في الثانية. تأتي بتقنيات ذكاء صناعي وتقنية دويل بيكسل مع كاميرا ثانوية الترا وايد بدقة 16 ميجا بيكسل وكاميرا ثالثة تيليفوتو بدقة 12 ميجا بيكسل، عدا إصدار أستن SI الذي لا يملك كاميرا ثالثة، في حين ينفرد أستن 5G بما يشبه الكاميرا الرابعة تسمى بطوف 3D أو ما يسمى بوحدة العمق الخلفي. تحمل كل نسخ كاميرا سيلفي بدقة 10 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 1.9 مع تقنية دويل بيكسل. تنفرد نسخة أستن بلس بكاميرا ثانية بدقة 8 ميجا بيكسل وأستن 5G بكاميرا طوف 3D ثانوية أمامية. تحمل نسخة أستن SI بطارية 3100 وأستن 3400 وأستن بلس 4100، أما أستن 5G 4500 ميلي أمبير. كلها تدعم الشحن السريع 15 واط، ويتميز 5G ب 25 واط. وتحمل النسخ ميزة الشحن اللاسلكي والشحن اللاسلكي العكسي لشحن هواتف أخرى تدعم هذه الميزة. وتتميز كل النسخ بأنها مقاومة للغبار والمياه بمعيار IP68. تدعم سامسونج داكس وسامسونج باي وتقنية دولبي أتموس للصوتيات، كما تحمل مستشعر بصمة ثلاثي الأبعاد مدمج بالشاشة، عدا نسخة SI بمستشعر عادي على جانب الهاتف. وتنفرد نسخة 5G بدعم ميزة الجيل الخامس حسب الاسم طبعا، وتقنية واي فاي الجيل السادس الذي يدعم اتصال بسرعة 1.2 جيجا بايت. سعر أستن SI هو $790، أستن بسعر $930، أستن بلس
بسعر $1,050. وأستن 5G لم يصرح بسعره بعد، ولكن أتوقع $1,250 أمريكي. كما رأيتم الهاتف مميز جدا. نتحدث عن النقطة الأولى وهي التصميم، وحقيقة تصميم النسخ الأربعة جميل جدا وقد أعجبني صراحة، مع الجهة الخلفية التي وجدت أنها سيئة كثيرا نوعا ما. لم يعجبني صراحة تصميم الجهة الخلفية. وبالنسبة للشاشة وهي النقطة الثانية، الشاشة خرافية وخارقة ولا حديث فيها. النقطة الثالثة وهي أداء الهاتف. نتحدث عن النظام، عن الواجهة الجديدة، عن معالج سامسونج أو معالج كوالكوم الجديد، كلها خارقة وتعطي أداء قوي قوي جدا، وسيكون أداؤه واحد من أقوى هواتف الأندرويد على الإطلاق لهذه السنة. نتحدث عن النقطة الرابعة وهي الكاميرات. الكاميرات صراحة خرافية. نتحدث عن الكاميرا الخلفية، تأتي بميزات جميلة جدا وخاصة الأستن بلس. أما عن الجهة الأمامية كاميرات السيلفي، يتميز أيضا أستن بلس عن النسخ الأخرى بكاميراتها المزدوجة، والكاميرا الأساسية هي أيضا كاميرا مميزة. بالنسبة للطاقة أو للبطارية، فالبطارية أيضا مميزة. النقطة الأخيرة وهي السعر. السعر مبالغ فيه نوعا ما، أو مبالغ كثيرا فيه، خاصة أستن بلس الذي كنت أتوقع له $900 على الأكثر. أتمنى أن يكون قد أعجبكم هذا الفيديو. لا تبخلوا علي بلايك، الاشتراك في القناة. نلتقي في حلقة قادمة. سلام من الله عليكم.